شعبك أحرار يا تونس ولعها نار يا تونس شعبك أحرار يا تونس ولعها نار ما تقطع عني الهوى لا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى لا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا13 ماي 2014. عم الغضب في تونس. أوساط شباب الثورة والمدونين بعد اعتقال الشرطة الناشط عزيز عمامي أحد أبرز وجوه ثورة 17 ديسمبر بتهمة استهلاك مادة مخدرة، فيما يعتقد أن الاعتقال يأتي على خلفية انتقاداته لوزارة الداخلية. أوقفت الشرطة التونسية ليلة الاثنين والثلاث المدون عزيز عمامي بحسب محاميه غازي مرابط اللي أعرب على خشيته من ملاحقة المدونين بتهمة استهلاك الحشيش اللي يعاقب عليها القانون التونسي بالسجن. وقال عزيز مرابط إنه الشرطة أوقفت المدون ليلا في مدينة حلق الوايد شمال العاصمة التونسية، وهذا يخلينا نتذكروا تصريحات عزيز عمامي على البوليسية متاع حلق الوايد اللي حرقوا المركز متاعهم في وقت الثورة. وأضاف أنه والد عزيز عمامي خالد عمامي أبلغوا أنه الشرطة عنفت ابنه أنها تحب تلفق تهمة الاستهلاك الزطلة، ولم يتسنى على الفور الحصول على تفاصيل حول الحادث من وزارة الداخلية. واكتسب المدون عزيز عمامي شهرة في تونس منذ أن تم إيقافه خلال الثورة يوم 6 جون في 2011 على خلفية مدونات المناهضة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ويفرض القانون التونسي عقوبات تتراوح بين السجن عام واحد والسجن 5 سنوات على مستهلكي الحشيش. أصدرت النيابة العامة في تونس مذكرة توقيف ضد المدون عزيز عمامي بتهمة حيازة الحشيش واستهلاكه. وقال بسام الطريفي محامي المدون لوكالة الصحافة الفرنسية أنه عزيز عمامي سيمثل يوم 23 ماي الحالي مع صديقه صبري بن ملوكة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية بتهمة حيازة واستهلاك مادة مخدرة. واكتب المدون على موقع تويتر: وقت اللي وقفوه ليس لي رخصة قيادة سيارات ولا أموال، ولست شرطيا حتى أحمل معي 700 جرام من الزطلة. وقال أصدقاء للمدون أنه أشار بتغريدته على تويتر إلا أنه الشرطة تحب تلفق التهمة مخدرات ليه، وعلى خلفية توجه مؤخرا انتقادات لاذعة عبر وسائل الإعلام المحلية للأمن التونسي، والظاهر عشرات المتضامنين مع المدون وصديقه بالقرب من مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس وطالبوا بإطلاق سراحه. وتشهد تونس في الآونة الأخيرة محاكمات برشا لشباب شارك في المواجهات ضد قوات الشرطة في الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جان في 2011، وعادة ما توجه لهؤلاء تهم الاعتداء على الممتلكات العامة وإلى الموظفين العموميين.
وفي تونس انطلقت مؤخرا حملة افتراضية تحمل اسم حتى أنا حرقت مركز شرطة، تضامنا مع عدد كبير من نشطاء الثورة اللي شاركوا في التصدي للاعتداءات شرطة بن علي ضد المتظاهرين السلميين. وكان المدون عزيز عمامي أحد أبرز المشرفين على الحملة هذه اللي أثارت سخط أعوان الأمن، وتحرقت خلال الثورة التونسية عشرات من مقرات الشرطة ومقار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا، وأطلق القضاء العسكري غالبية وزراء المسؤولين بن علي، وخفف الأحكام مؤخرا على وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم، وبرأ مسؤولين كبار في وزارة الداخلية، الأمر اللي أثار غضب واستياء الأوساط الاجتماعية. اكتسب المدون عزيز عمامي شهرة في تونس منذ أن تم إيقافه خلال الثورة على خلفية المدونات المناهضة للرئيس المخلوع بن علي، وهو لا ينتمي لأي حزب، وبدأ نضالاته عبر شبكة الإنترنت، وكان أحد المشرفين على حملات كثيرة وجهت الرقابة على الإنترنت. وردد المتظاهرين شعارات معادلة لوزارة الداخلية وللشرطة التونسية، استنكار جماهيري في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. تواصلت ردود الأفعال الغاضبة على اعتقال عزيز عمامي، إذا انتشر في الفيسبوك وتويتر والهاشتاج فري عزيز عمامي، اللي دعا من خلاله الكثير من الشباب الإطلاق وجه من وجوه الثورة التونسية، كما أجمع الكثيرين على أن اعتقال عزيز عمامي جاء نتيجة الانتقادات العنيفة في أحد البرامج التلفزية وعلى صفحة الفيسبوك لحملة اعتقالات القمعية في تونس. وتقاسم نشطاء صور عزيز عمامي وشعارات تطالب بوقف محاكمة شباب الثورة والتدوين وإطلاق سراح رموز النظام السابق من قبل المحاكم العسكرية، أبناء الثورة في السجون وأبناء النظام في القصور. وتم إنشاء صفحات كثيرة في الفيسبوك تطالب بإطلاق سراح عزيز عمامي. وصرح غازي مرابط محامي المدون عزيز عمامي إنه الموكل متاعو اللي اعتقل وهين وضرب دون توجه له أي تهمة، حتى إنه عبر على خشيته من تلفيق تهم خطيرة ضده مثل تعاطي المخدرات. ويأتي اعتقال عزيز عمامي بعد أسابيع من إطلاق رفاق ومدونين أخرين الحملة أطلقوا فيها حتى أنا حرقت مركز، ويعتقد نشطاء إنه عزيز عمامي معتقل بسبب الحملة هذه وبسبب انتقاداته اللاذعة لانتهاكات الشرطة اللي ما توقفتش بعد الثورة، وهذا جاء خلفية تصريحاته في برنامج لباس. وذكر المحتجون بعض الفصول في الدستور التونسي التي لم يتم المصادقة عليها كليا من قبل الشعب التونسي، مثل الفصل 23 تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم، كما كان في الفصل 27 المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطر التتبع والمحاكمة. زاد ثم الفصل 29 لا يحق إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا، وتحديد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون. ماي 2014 اعتقال عزيز عمامي وصبري بن ملوكة في حلق الواد على الساعة 11 ليلا. ماي 2014 قامت قوات الأمن اللي اعتقلت عزيز عمامي بالتحقيق معاه حول تصريحاته ضد الأمنيين، وهو ما اعتبروه تجاوز باعتبارهم تحولوا إلى خصم حكم في نفس الوقت، في حين كان من المفروض أنه يتم تحويله لقاضي التحقيق، وهذا اللي ما صارش. ماي 2014 منزل بوزيان غلق السكة الحديدية لمدة ساعة، وهذا على إثر تواصل تلفيق التهم والاعتقالات في صفوف شباب الثورة بمنزل بوزيان وآخرهم عزيز عمامي. تم غلق السكة الحديدية لمدة ساعة تنبيه أخير للحكومة ولوزارة الداخلية خاصة لإيقاف هذه المهزلة.
كما كانت في هذه الوقفة رسالة واضحة مفادها أن المحاكمات والاعتقالات ستواجه بعصيان وتصعيد، كما أنه انطلقت على أثرها حملة واسعة على مواقع الاجتماعية تحت عنوان سيب عزيز. مهما كانت صفة من 1775 دولة بيات، دولة استعمار، دولة ما يسمى بعض الآن دولة استقلال، دولة ديكتاتورية، لا شيء هناك ما يسمى مواطن. نحن رعايا، لا نريد أن نكون رعايا، نحن رعايا. هو هذاك القضية، هو الشاهد، هو العصر، هو مسير ثقه. سيدي برق الوالي 400، اي موظف مهما كانت مصيبته يتهمك اعتداء على موظف عمومي، ما معنى هذا؟ دولتنا الدوله نتاع يعني عصابه موظفي الدوله. نحن لا نريد الدوله، نريد دوله مواطنين، نريد 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 دوله مواطنين، نريد 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 May 14. ندوة صحفية لمحامي عزيز عمامي للتصريح بمجرى التحقيق، ووالده خالد عمامي يؤكد على تعرض ابنه للاعتداء الجسدي واللفظي. May 15. أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وقفة احتجاجية لمساندة المدون عزيز عمامي وبطاقة إيداع في السجن في حق عزيز عمامي وصبري بن ملوكة. لا شيء هناك ما يسمى مواطن. نحن رعايا، لا
كان نريد أن نكون رعايا، نحن رعايا. هو هذاك بقضية، هو الشاهد، هو العسل، هو مسير ثقة. سيدي براك قال وظيفة عمومية، أي موظف مهما كانت مصيبته يتهمك اعتدي على موظف عمومي، ما معنى هذا؟ دولتنا دولة نتاع يعني عصابة موظفي الدولة، نحن وارد الدولة، نريد دولة مواطنين، نريد دولة مواطنين. أي هذا الشرف معكم، أنا أجئت صدمة كما قرر البوليس أن يأخذ ابني، هم مريضة يبقى أن تحتضر يبقى أن تموت. يا أعزائي، عزيز لم يكن يوما ما يدافع على نفسه. ماي 2014، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بالإفراج الفوري عن المدون عزيز عمامي، نفذها عدد من النشطاء والحقوقيين. أكد خلالها المحتجون أن ما يحدث هو استهداف ممنهج لشباب الثورة التونسية والتصفية منظمة للمناضلين، وأن محاكمة عزيز عمامي الذي سجن خلال الثورة التونسية محاولة جديدة لإخراج صوت حر دافع عن قضايا شهداء الثورة وعن كل قضايا الحريات في تونس. On n'a pas trop dit peut-être qu'aujourd'hui, si on veut que cette révolution aboutisse, il faut que la justice transitionnelle soit faite, il faut un assainissement du ministère de l'Intérieur et il faut que la police, les flics arrêtent d'agir en toute impunité. Le seul mot d'ordre de ce rassemblement, à bas l'état policier, liberté et justice pour les jeunes de la révolution. Aujourd'hui, il y a une démarche, à notre avis, systématique pour effacer toutes les traces de la révolution. Et d'ailleurs, ce qui est clair, c'est que depuis un moment, les grands médias, qui relaient aussi un discours, le discours de la contre-révolution en Tunisie, parlent d'une transition démocratique, pas d'une transition révolutionnaire ou d'un ce glissement sémantique entre révolution et transition, comme si c'est rien passé. Ça aussi, on l'a vu dans les médias français. Ils projettent sur nous une lecture binaire que le conflit se résume à progressistes et islamistes, alors que nous, on sait que c'est plus compliqué que ça et que ce discours, surtout, participe à renforcer les clivages au sein de la population tunisienne et les empêche de voir... les vrais enjeux qui sont notamment la justice transitionnelle, l'état policier, l'économie qui continue sur la même ligne de Ben Ali aussi. Hein. Depuis 2 ans, on est dans une forme de déjà-vu, de répétition et on espère que maintenant les gens dépassent, surtout la population, je ne parle pas des politiques, dépassent un certain nombre de clivages qui peuvent être résolus dans un vrai débat de société, mais de voir le fondement de ce qui va accompagner tout le monde, indépendamment de son orientation politique. بالنسبة للعزيز كان باش يقعد في الحبس ولا الناس اللي باش تكمل تتحكم في الحبس ولا جهاد مبروك كان باش يرجع لبلاده، راه انا ماذا هني كان مازال يقلقنا الحبس معناها في تونس، خاطر انا واحدة من الناس صار صحابي في الحبس، معناها حبس ما عادش يقلق ويحبونا كل يخوفونا، معناها راكم باش تحرق مركز راهو في خضم ثوره، معناها ماكش باش تحرق مركز هكاك، راكم باش تحرق مركز راهو مش باش يقولوا لك يعطيك الصحه على خاطرك هرب الدكتاتور ولا يعطيك الصحه على خاطر خرجنا نحنا من السيلونات، راهو باش يقول لك راك باش تعاود تدخل الحبس على خاطر النظام البوليسي هذايا ما فيش ومش باش يوفى في تونس. يا لي كوبان الجيريان كي اون انترفينو دون سو راسمبلمون. On travaille aussi avec les copains marocains. Moi, j'étais aussi au rassemblement des Algériens concernant le mandat de Bouteflika. Et je l'ai dit, ça. J'ai dit qu'on ne réalise la proximité qu'on a en tant que maghrébins et qu'ici, parce que moi, les Algériens,
je les ai vus ici, en fait. Les Marocains, je les ai vus, je les ai fréquentés ici. Et c'est là où on réalise un certain nombre de c'est pas qu'on est fusionné, mais on réalise un certain nombre de similarités, et on est en train de réfléchir aussi sur les moyens de convergence pour créer une lutte commune. Surtout qu'ici, justement, quand on est stigmatisé, quand on est maltraité par les pouvoirs publics français, quand on est dans tous les discours racistes, il n'y a pas Tunisien, Marocain, Algérien, il y a la communauté maghrébine, la diaspora maghrébine. Et ça nous rappelle encore une fois que notre destin, du moins, je parle un peu de la région maintenant, mais ça peut être aussi, ça peut s'élargir, mais ça nous montre que on a un destin commun quand même, et on a des luttes et des points communs sur lesquels on peut militer ensemble. رسالة عزيز عمامي من سجن المرناقية يوم 16 مايو 2014 على إثر أول زيارة لوالده خالد عمامي ولأهله وخصوصا شباب سيدي بوزيد الأبي. مايو 2014 تم الاعتداء بالعنف الشديد على الوقفة السلمية المساندة لعزيز عمامي ولجميع شباب الثورة. تم إيقاف المناضل سهيل العدودي عضو المكتب الوطني لاتحاد المعطلين على العمل والناشط فراس الخليجي. مايو 2014 إطلاق سراح سهيل العدودي عضو المكتب الوطني لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، حيث تم الاعتداء عليه بالعنف الشديد خلف أثر على جسده، وهو الآن مع عائلة عزيز عمامي. مايو 2014 نشرت حركة شباب الثورة سيب عزيز سيب سيدي بوزيد على الساعة 10 مسيرة في الشارع الرئيسي والتجمهر أمام منطقة الشرطة والولاية. كما نفذ أهالي ولاية بنزرت تظاهرة سيب عزيز عمامي بدار الثقافة، كما كانت بالقيروان تظاهرة المجتمع المدني سيب عزيز ولقاء مكونات المجتمع المدني بمقر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تونس العاصمة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. فأصبحنا فأمسينا. الثورة والمدونين وقضايا الرأي، قدرة قادر تصبح قضايا مدنية وجنائية تحت ما يسمى بالانحراف والتعاطي والمجون. هذه كانت حالة كل صوت حر قبل الثورة، اللي تصورنا اللي جانا الفرج بعدها، اللي قلبت منظومات الظلم والاضطهاد، وتوا فوجئنا بتغيير الأطر والظروف، وبقى المضمون هو نفسه، وبقت الحرب هي نفسها، والشخصيات هما، والحرية غاصة ومظلومة. المدونات نبض الحياة بكل ما فيها من شؤون وشجون، هي مرآة الوعي الاجتماعي العام والمستوى تناول القضايا ومستوى الوعي هذية. وبقى السؤال، إلى أي مدى المدونات متحرة من كل الضغوطات والتحيزات وعرض الأفكار والمواضيع؟ الثورة التونسية ثورة الحرية والكرامة، حملة افتراضية انطلقت مؤخرا تحت عنوان حتى نحرق مركز، حملة جت تضامنا مع عدد كبير من نشطاء الثورة، وكان المدون عزيز عمامي أحد أبرز المشرفين على الحملة هذه. من هنا بدت الحكاية وبدت
إيقافات أسماء عديدة من الشبان اللي تم إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة، كما بلال عماري وصفوان بوعزيزي وغيرهم من الشباب اللي نادوا بالحرية والكرامة. وتواصل مسلسل اعتقالات شباب الثورة 17 ديسمبر اليوم اندلاع زوبعة كبيرة أثارت بلبلة في الشارع التونسي وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي. قضية رأي عام، قضية شعب يرفض القيود، قضية شباب ناضلوا ويناضلوا من أجل الكرامة والحرية، قضية شعب مثلها عزيز عمامي، فتحولت من قضية رأي إلى قضية زطلة. 23 ماي 2014، يوم كباقي الأيام في ظروفنا العادية، لكن عند أصحاب الرأي والقلم والصوت الحر هو تاريخ مفصلي، فإما حرية بلا قيد وعيش كريم، وإما تأبين وقبر لكل ما اكتسب بعد الثورة وتكميم كل صرخة شريفة نادت بحياة أفضل. حياك بابا حياك، هذا فرح ما لبيك، هذو للعذبوني هذو للمرمروني، وعلى جسر المسيب سيبوني. يا حسيون يا امي يا اخواتي لا تحزنون، يا امي يا اخواتي لا تحزنون، يا امي يا اخواتي لا تحزنون، يا امي يا اخواتي لا تحزنون. نور الثورة في قلبي ما زال حي، نور الثورة في قلبي ما زال حي، نور الثورة في قلبي ما زال حي، نور الثورة في قلبي ما زال حي. فوق التل وتحت التل وبين الوادي والوادين، فوق التل وتحت التل وبين الوادي والوادين. من يسأل عني ينزل ويلقاني ويلقى ولادين، من يسأل عني ينزل ويلقاني ويلقى ولادين. رجع رجع يا بلادي عبر الجبال، رجع رجع يا بلادي عبر الجبال، وين تتلاقى ندادي عالساح رجال، وين تتلاقى ندادي عالساح رجال. رجع رجع يا بلادي عبر الحدود، رجع رجع يا بلادي عبر الحدود، وين تتلاقى ندادي عالساح سيود، وين تتلاقى ندادي عالساح سيود. يا امي يا اخواتي لا تحزنون، يا امي يا اخواتي لا تحزنون. نور الثورة في قلبي ما زال حي، نور الثورة في قلبي ما زال حي.
القلب للقلب. اللي يعمل الهكة والهكة تعبيرها تمس وتقلب يعرض يخرجه لبي الديموكراسي. هكا 80% ديكا لبي الديموكراسي هو الاستهلاك. ولممثلين مؤسسات هم أشخاص يقرروا باش يعاقبوا عاقب يجدوا له حاجة يعرفوها مقبولة مجتمعيا وغير مقبولة قانونيا يحصل بها ويدخلوا في الحبس.